يمكن برضو من الامور دايما اعضاء الجماعه بيتكلموا عليها فرع 6 اكتوبر، الموضوع الحلم مؤجل، داخلين في 25 30 سنه، كل فتره يتقال انه خلاص مقر النادي حتى اتغير اكتر من مره، لغايه ما وصلنا في الاخر انه لغايه دلوقتي ما حصلش حاجه في فرع 6 اكتوبر. الملف ده مهم جدا. 6 اكتوبر هو احد اهم الملفات واهم الايرادات، واحد من اهم الملفات اللي بيجيب ايرادات للنادي. احنا فكرنا في كذا موديل. اللي ماسك الملف ده المهندس هشام نصر، عشان كده بقول لك من اهم الناس اللي موجوده في القائمه وبالنسبه لنا. بي او تي موديل من الموديل اللي هو بيلد اوبريت ترانسفير، موديل من المودلز اللي احنا فكرنا فيها، وفي مودلز تانية بنتكلم عليها. انما الحقيقه هشام اخد خطوات في التصميم بتاع النادي والملاعب المفتوحه، وهو عامل البلان بتاعته لانه هو واخد دراسات عليا في اداره المشروعات وكده، وطبعا بحكم انه مهندس، فمدينا 18 شهر على الاكثر هنكون ناقلين ملاعب مفتوحه هناك بنادي الزمالك، وزي كلاب هاوس وحمام سباحه اولمبي، يبقى نبتدي نمرن في اللعيبه بتاعتنا. هل هيبقى الجزء الاولاني او المرحله الاولى هي خاصه بالفرق الرياضيه فقط ولا الاعضاء برضو؟ في جزء للاعضاء ده، في عشان كده بقول لك في كلاب هاوس وكده، وانما في جزء الفرق الرياضيه. ليه؟ لانه البلان المخطط بتاعنا او الخطه بتاعتنا ان احنا اما ننقل ده هناك نعرف نغير النادي بتاع اللي موجود دلوقتي اللي هو مانسين، ان احنا نغير الماستر بلان بتاعه وندي فرصه اكتر للاعضاء انها تبقى عندها جناين وعندها يعني مساحات احسن يقعدوا فيها. المشكله النهارده انه عدد الاعضاء النادي ما يتناسبش ابدا مع مساحه النادي اللي موجوده، عشان كده هندي مساحه اكبر للاعضاء تنفس ليهم، يبقى يعني هنحاول ده للسوشيال كلاب اكتر او نادي اجتماعي اكتر، هيبقى التاني في الجزء الرياضي بشكل اكبر.